أولا لا أحد يخون طلبة الطب. متى تقال بأنه الحكومة تخون طلبة الطب؟ يجب الانتباه للمصطلحات. الحكومة لم ولن تخون أحد. ما عرفتش هذه القضية منين جات، واش كاين شي حديث؟ كاين شي تصريح؟ ما عرفتش. فيجب الانتباه لمثل هذه القضايا. الحكومة تتفاعل مع هذا الموضوع ديال الطلبة ديال الطب بكل حسن نية، وتجاوبت مع مختلف النقط المدرجة في طاولة الحوار، ومن هذا المنبر قدمت مختلف الأجوبة حول مختلف الأسئلة حول مختلف التخوفات المرتبطة بالتكوين والمرتبطة أيضا بالمنح والمرتبطة أيضا بالهندسة والمرتبطة أيضا بالأراضي ديال التدريب. فأنا لا أعتقد بأنه كاين شي إرادة أكثر من هذه في حلحلة هذا الملف. تعقدت لجنة على مستوى مجلس النواب، حضرها الوزيرين المعنيين وقدموا مختلف الإجابات. كانت وساطة برلمانية في هذا الموضوع. يجب الانتباه لكيف نتحدث حول هذا الموضوع. أنا لا أعتقد بأن الحكومة خلت من جهتها، بل على العكس، ويمكن الرجوع للندوة الصحفية لأنه تعمدنا أن نقدم الملف تقنيا لكي نحيط بمختلف الأسئلة المطروحة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.